القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أكد في تصريح للميادين أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بحسم وقوة قاطعة على أي اعتداء يهدد مصالح إيران، وشدد على أن أي اعتداء من أي مستوى يستهدف مصالح إيران سيرد عليه بالمستوى نفسه. نحن في القوات المسلحة الإيرانية مستعدون للرد بحسم وقوة قاطعة على أي اعتداء يهدد مصالح الجمهورية الإسلامية. قمنا بذلك مسبقا، ومن الآن وصاعدا سنقوم به أيضا بشكل موسع وأقوى. عقلاء الطرف الآخر يحاولون منعه من ارتكاب خطأ مجددا، ولكن بالنسبة لنا العدو هو العدو، وأي اعتداء على أي مستوى يستهدف مصالحنا سنرد عليه بالمستوى نفسه والقوة نفسها. أكد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي استعداد الجمهورية الإسلامية للمواجهة على كل المستويات. وعلى هامش العرض العسكري لمناسبة عيد الجيش، أكد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني جاهزية مقاتلات سوخوي 24 أكثر من أي وقت مضى، وقال إن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية هي بنسبة 100% في جميع المجالات، سواء فيها الغطاء الجوي والقاذفات. قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أكد أن القوات الإيرانية سترافق السفن التجارية إلى البحر الأحمر في ظل التوتر القائم. وفي حديث إلى وكالة تسنيم للأنباء على هامش العرض العسكري لمناسبة عيد الجيش، كشف قائد القوات البحرية الإيرانية أن المدمرة جماران تعمل في خليج عدن وترافق السفن التجارية الإيرانية حتى قناة السويس.